انطلقت أعمال مؤتمر المناخ كوب 26 في غلاسكو بسكوتلندا ويشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من زعماء العالم من نحو 120 من قادة الدول والحكومات حيث سيبحث هذا المؤتمر كيفية مواجهة البلدان النامية لأزمات المناخ ويهدف المؤتمر للوصول الى تعهدات اكثر طموحا لمزيد من خفض الانبعاثات الحراريه وجمع المليارات لتمويل مكافحه تغير المناخ والانتهاء من القواعد في سبيل تنفيذ اتفاقيه باريس وذلك بموافقه ما يقرب من مئتي دوله وقعت عليها بالاجماع